إذن قضية الهروب من وادي نطرون ومحاكمة للرئيس محمد مرسي، هل هي بالفعل محاكمة للرئيس المنتخب أم محاكمة للثورة أسفرت عن أول انتخابات رئاسية ديمقراطية حرة ونزيهة؟ هل هذه المحاكمة لشخص مرسي أم للثورة؟ كما سألنا هذا السؤال من قبل، هذا السؤال هو الذي يطرح نفسه على كثير من المراقبين وعلى الجيل الذي شارك في ثورة 25 يناير. فعن أي قضية يمثل الرئيس المنتخب اليوم أمام القضاء؟ الهروب من سجن وادي النطرون، ألم تكن الثورة في جانب منها ضد هذه الجدران التي اختفت خلف جدرانها الحرية لعقود طويلة؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفي في الاستوديو مايكل سيدهم الناشط السياسي. أهلا بك مايكل. نعم سعيد. دلالة أن يمثل أول رئيس منتخب مصري للمحاكمة في يوم كسر الشرطة المصرية التي ثار المصريون ضدها في 25 يناير. طيب بص، خلينا نبدأ أولا، هي احنا مش عايزين نقول كسر الشرطة المصرية، خلينا نقول انه في ذكرى ليوم تاريخي للثورة المصرية. خلينا ناخد الجانب الإيجابي أحسن. الجانب بقى اللي هو بتاع الثورة، أنا دايما بقول إيه، احنا لا ندعم شرعية مرسي الشخص، نحن ندعم شرعية مرسي باعتباره الثمرة التي أنبتتها الثورة. فلما تيجي إحنا بنحاكم الرئيس المنتخب بقضية هزلية بشهادة العالم كله، يبقى إيه أنت بتحاكم؟ أنت بتحاكم الثورة. ولذلك يعني دي مسألة. ضيف على كده بقى ملاحظات المشهد ككل. أهم ملاحظة عندي أنا بتفكرني بمقاله الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، قال حاجة حلوة، قال إيه؟ إذا كانت القضاء طاهر والداخلية كويسة والجيش ناس طيبين ومش عارف مين حلوين، طب احنا عملنا ثورة ليه من الأساس؟ فهي هذه الفكرة. فأنت النهاردة 28 يناير هو يوم تاريخي مفصلي، والشرطة انسحبت لأنه الشرطة يعني بأوامر جاية من القيادات في الشرطة قالوا لهم انسحبوا، بهدف أنه عايز يعمل حالة انفلات أمني بحيث أنه ينزل الجيش، يبقى هو خرج الكرة من عنده وادها للجيش من الاخر كده، ويجي الجيش بعد كده ايه، اكيد الجيش هيحامي عن شرعيه الرئيس. واللي حصل ده يثبت ان الجيش من الاول قال مصلحه انه جت 25 يناير احنا نحينا جمال مبارك اللي هو كان الحاكم الفعلي في ذلك الوقت، واحنا بعد كده نستغل الظروف في صالحنا ونعود فيما بعد. حاولوا يرجعوا بالمجلس العسكري، حصلت احداث محمد محمود واحداث مجلس الوزراء واحداث ماسبيرو وغيرها من الأحداث اللي أدت في النهاية إلى إيه؟ زوال المجلس العسكري نتيجة ثورة الناس. يعني هم ما راحوش من عندهم، هم قالوا بعد 6 شهور، مشوا بعدها ب8-9 شهور. برضو فيما بعد حاولوا يرجعوا تاني من خلال شفيق، نجحنا في إن إحنا ينجح محمد مرسي، ثم حاولوا النهاردة يرجعوا تاني أو النهاردة الخط اللي ماشي هو ترشيح السيسي للرئاسة. طيب ما كان ممكن يأجلوا المحاكمة ما يطلعوش في اليوم ده، لكن اشمعنى اليوم ده؟ يعني كان ممكن تيجي يوم قبليه يوم بعديه، ما تجيش خالص دلوقتي. ما انا بقول لك هو الهدف كله هو محاكمة الثورة. لذلك انا بس بتساءل الحقيقة، يعني في المشهد ده كله امام يعني تضاعف الحالة القمعية من الشرطة والاستبداد، وللعلم يعني اللي بيقولوا انه جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية، طيب في الحالة دي نتهم محمد ابراهيم والسيسي بانهم ارهابيين هم كمان لانهم كانوا سكتوا. وفي نفس الوقت يعني شوف الكذب لغايه قد ايه، انه محمد ابراهيم نفسه بيقول انه ما فيش اصلا ورقه بتقول ان محمد مرسي كان في السجن. لا ده فيلم كبير يعني، مش كده يعني، دي مسرحيه هزليه جدا. وفي نقطه مهمه جدا في مشهد المحاكمه النهارده، الفرق ما بين محاكمه مبارك اللي هي تمثيليه برضه بس تمثيليه من الناحيه الثانيه، ومحاكمه مرسي، انه شوف لانه مبارك رجل جاي من الباطل، فقاعد نايم ولابس الساعة الشيك والنظارة الشيك. ومع انه زي ما قالت جهان السادات، قالت انا كنت اتمنى ان هو يخش باعتباره كان بطل عسكري والخ والضربة الجوية الاولى والاخيرة، ان هو يخش رجل مال وهدومه زي ما بيقولوا، انما اللي عمل المشهد ده مين؟ رجل الحق اللي هو مرسي، لان هو معاه حق بمنتهى البساطة. طيب نشوف مشاهدينا كمان بيقولوا ايه على هذا، دلالة ورمزية ظهور الرئيس محمد مرسي اليوم في يوم 28 يناير، هو اليوم اللي اتهم فيه بالهروب من سجن وادي النطرون، وهو اليوم امجد ايام ثورة 25 يناير. عمرو، ماذا يقال عن هذا الموضوع؟ يمكن تحديدا زين، يعني كما ذكرنا في الفقرة السابقة انه بالفعل كما جاءت تعليقاتكم ان معظم التعليقات جاءت
تحدد أنها هذه المحاكمة ليست محاكمة للدكتور محمد مرسي ولكنها محاكمة للثورة. لكن ما يحدث الآن على مواقع التواصل هو تحليل لماذا إذن هذه المحاكمة للثورة ولماذا خسرت الثورة هذه النقاط. جاء ذلك عبر تعليق محمود علي عفيفي الذي قال: لازم يعترف شباب الحركات الثورية أنهم دفنوا الثورة وأنهم كانوا كبري للثورة المضادة. هذا من جهة. من جهة أخرى لازم يعترف الإخوان بسذاجتهم سواء في ثورة 52 مع جمال بالتأكيد يقصدون جمال عبد الناصر ولا ثورة 25 يناير مع المجلس العسكري. هنا بدأ إلقاء الملامة على إلى كيف وصلنا إلى المشهد الحالي. أما التدوين الثاني على موقع فيسبوك اليوم اكتشفنا من الإنقلابيين أنه حماس تحولت إلى سوبرمان. هذا بالتأكيد تعليقا على ضم عدد من أسماء حركة حماس إلى قائمة الاتهام في قضية اليوم. أما يوسف أبو شمة فقال: صدق رسول الله حين قال: زمن يؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين. باختصار محاكمة مرسي مهزلة القرن بالتأكيد ذلك على حد تعبيره. أما على موقع تويتر فقال حامد: القاضي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو الأخ هندي ولا بالتأكيد هذه سخرية واضحة، نموذج لتكرار الأخطاء ربما الإملائية واللغوية للقضاء. لكن يعني هذا بشكل عام هو ما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي. بالتأكيد هو تحليل كيف وصلنا من محاكمة رئيس إلى محاكمة ثورة بعينها. زين، شكرا لك عمرو. سنعود إليك في قضايا أخرى بطبيعة الحال في مصر الليلة. أعود مرة أخرى لمايكل سيدهم الناشط السياسي. هذه المحاكمة يعني هل يمكن أن يعني كان الرأي العام يضغط لمحاكمة مبارك، لكن طبعا الشعب المصري كان طيب ساعتها، ما راحش عند المركز الطبي ولا عمل أي شيء، لكن كان بيطالب بمحاكمة مبارك. لكن هل محاكمة مرسي مطلب شعب مصري؟ ما هو أنا شعب، ما هو حاليا في شعبين، ده مش أنا اللي بقول، هم اللي بيقولوا، هم اللي قالوا أنتوا شعب وإحنا شعب، فهم الشعب بتاع أبلة فهيدة نقلا عن أستاذ عمرو عبد الهادي، فبقتبس منه. فهو شعب أبلة فهيدة هو اللي بيطالب بهذه المحكمة. وهو السؤال الحقيقي اللي لازم نطرحه، انتوا بتقولوا ان محمد مرسي، طب هو ايه اللي وداه هناك؟ هو ايه اللي دخله السجن اصلا؟ ما هو دخله السجن. دي يمكن ده يكون السؤال، ده هذا هو الموقع الذي ينبغي ان يسال فيه هذا السؤال، اللي هو ايه اللي وداه هناك. ايوه لانه هذا السؤال سئل مرات عديده في المواضع الخطا. ايوه، لكن هذه يمكن تكون هذه بس المره الصحيحه. حرات سد يا استاذ زين، احنا هذه المره الصحيحه الوحيده التي يسال فيها هذا السؤال. انا عايز، هو فعلا يعني هو ايه اللي وداه هناك؟ ما هو ده دليل على حاله القمع والاستبداد. هو ايه اللي وداه هناك بقى؟ صحيح اللي ما هي اتقبض عليه من ضمن الناس اللي اتقبض عليهم الاخوان، اللي هم كانوا قاعدين لابسين ومستنين ومحضرين الشنطه، انه لانه الناس دي اللي كان بيكح منهم، هو بيقول لك جماعه ارهابيه، ده اللي كان بيكح مش بيجيب سلاح، اللي كان بيكح بيتكتب فلان كح الساعه كذا والكحه استمرت مده كذا يعني، فاللي بيقولوا بعد كده جماعه ارهابيه. فهو ايه اللي دخله ده؟ كان القبض من ضمن الناس اللي هو عصام العريان وغيرهم، اللي هم قيادات جماعه الاخوان اللي اتقبض عليهم ليله، يعني الفتره اللي ما بين 25 و 28، عشان مش عارف بالظبط اليوم. والدليل على انه قبض برضه ان هو، انا في تقديري ان محمد ابراهيم ما كانش بيكذب لما قال ان هو ما فيش ورقه بتقول ان هو كان في السجن، ما لحقوش، لان هو يعني هم هاتوا الرجاله، طب الرجاله مشوا، فيطلع المجلس العسكري بعدها انه العفو عن كده. وسياسه المنح والمنع دي، انه انا امنع عنك حاجه هي حقك وبعد كده ارجع اديها لك، دي سياسه عسكريه جدا على فكره، في الفكر العسكري انه انا مش هنزلك اجازه وارجع بقى ستصديق القائد صدق باجازه. ما هي اصلا حقه انه هو ينزل اجازه كذا على فتره كذا، يعني دي مش من الهيبه. طيب يعني المشاركين عبر مواقع التواصل الاجتماعي اطلقوا على هذه المحاكمه عفوا مهزله القرن. لكن ليه شباب الثوره اللي هو بيلوم على الاخوان عدم النزول في محمد محمود، وبيلوم عليهم ان هم باعوا الثوره وان هم خانوا الثوره وان هم تحالفوا مع العسكر وان هم كانوا سذج مع المجلس 25 يناير زي ما كانوا سذج مع 52، ليه ما مش شايفين ان دي مهزله وبيدافعوا عنها وبينزلوا يقولوا لا نريد تحرير الرئيس المختطف، واذا كان هنالك محاكمه يجب ان تتم وفق الاعراف القانونيه والدستوريه؟ هو هنا انا في تقديري ان احنا هنرجع الكوره في ملعب اللي هو ما يسمونه اعلام. شوف يا استاذ زين، مش كل من جاب مكتب وكرسي وقعد وشغل ميكروفون وكاميرا بقى اعلامي، واحنا مش قصدين نقصد حد بالبط ولا حاجه، يعني احنا قصدين نتكلم بشكل عام هو وغيره، انه الاعلام فيه لازم يبقى فيه مهنيه، ولذلك لازم نحيي الجزيره بصراحه لانه فيه مهنيه، يعني لغايه النهارده رغم ان الجزيره تطارد في مصر الا انه في راي وراي اخر.
فلازم ان احنا نقول اللي لينا واللي علينا. الاعلام المصري ما بيقولش كده، الاعلام المصري بيغني في اتجاه واحد وده واضح للناس كلها، حتى في الجرايد الاجنبيه بيقولوا ده. فالاعلام هو اللي شحن فكره انه مرسي ده وحش ما تمشوش وراه، فالشباب بتاع الثوره اتشحن بهذا الكلام. ان شباب الثوره كان في ذهنهم، يعني احنا كلنا كان في ذهننا حلم جميل عن مصر. للاسف انه في هذه السنه طبعا التحدي كبير، 60 سنه فساد، ف يعني كان صعب انه يبقى في شغل في ظل انه الدوله العميقه لم يتم تطهيرها بالكامل، وهذا ما نعيبه على مرسي بصراحه، انه لم يتم هناك تطهير بالكامل. لكن الراجل عمل اللي عليه، يعني الراجل عمل اللي يقدر عليه. لو اي حد في مكانه كان يمكن الانقلاب ده حصل في شهرين مش في سنه. هو لم يشرك الشعب، يعني اكثر ما يلام عليه الرئيس مرسي. في شباب ثوره كتير النهارده موقفهم متغير، هم مش مع محمد مرسي بامانه شديده، هم مش مع محمد مرسي، لكن هم ضد اللي بيحصل ده تماما. صحيح. معنا ايضا عبر الهاتف الدكتور محمد محسوب، استاذ القانون الدستوري، وزير الشؤون البرلمانيه والقانونيه السابق المستقيل من حكومه الدكتور هشام قنديل. دكتور محمد محسوب، يعني وبما اننا نتحدث عن الرئيس مرسي، أليس ما هو فيه الرئيس مرسي الآن هو ثمرة الحصاد المر لأنه لم يطهر فعلا هذه المؤسسات وتركها يعني كما هي، وبالتالي بل سلحها وأعطاها عربات وطائرات وغاز جديد؟ أليس ما نحن فيه الآن وليس ما هو فيه الآن هو الحصاد المر لعدم معالجته للدولة العميقة كما ينبغي؟ الحقيقه الاول يعني مساء الخير جميعا ليكم المشاهدين ولاخونا الاستاذ مايكل عضو جماعه الاخوان المسلمين الارهابيه. فتحياتي للجميع. الموضوع له عده مستويات. المستوى الاول، ربما انت عارف انا استقلت من حكومه الدكتور انديل بعد 4 أشهر ونصف من المشاركه فيها، يعني شهر 12 بمجرد ان اقر الدستور 27/12/2012، باختلافي مع كثير من السياسات، ربما جزء منها اللي انت اشرت اليه، عدم الحسم في مواجهه مؤسسات الدوله العميقه، والجزء الثاني متعلق بعدم استعادة القوى الثورية الأخرى في حكومة موسعة وتشكيل حكومة مواجهة من كل القوى الثورية، مش مجرد حكومة تكنوقراط زي ما كان بيغلب عليها. ومع ذلك فبالتاريخ أنا أشهد أنه الدكتور محمد مرسي العياط الرئيس الشرعي هو بطل من أبطال مصر اللي هنذكرهم التاريخ بإجلال لمواقفه منذ 3 يوليو حتى الآن. رجل لا يطفئ الرأس ولا ينزل على رأي السفادة زي ما هو أشار قبل كده، مهما كان الثمن، وهو يدفع الثمن وهو صابر وراضٍ ويقف موقف الأسود في مواجهة يعني ناس مش عايزين نصفهم أكثر من إن هم لا يمثلوا إلا النازية الجديدة. النقطة الثانية على المستوى الموضوعي، الحقيقة هذه المحاكمة مش محاكمة محمد مرسي العياط، هي محاكمة لثورة 25 يناير وجزء من حالة الانتقام العامة. هل دكتور مرسي في فترة السنة اللي قضاها كان يستطيع أن يواجه ذلك؟ كان يستطيع أن يبدأ في مواجهة ذلك، مش يواجه ذلك، لأنه الوضع كان عايز التفاف من كل الثوار. النهارده اعتقد جريده نيويورك تايمز اعتقد هي اللي كاتبه مقاله النهارده اسمها كارثه مصر، بتشير فيها ان الليبراليين في مصر لم يعطوا للديمقراطيه فرصه وساهموا مع تخطيط بقيه القوى الثوريه، ساهموا في اضاعه يعني اول ثوره مجيده منذ ثوره 19 حتى الان. فالحقيقه في تقصير من جهه السلطه، وانا بس عايز اذكر انه في اللحظات التي اختار فيها دكتور مرسي المواجهه مع الدوله العميقه خذلته القوى الثوريه والقوى الليبراليه والقوى اليساريه. عايز اذكر بمحاوله اقاله النائب العام اللي كان جزء من مطالب الثوره، ومع ذلك لم يقف معه احد. عايز اذكر بيوم 12 كان ليله القدر 12/8/2012 لما الغى قرار او الاعلان الدستوري المكمل المكبل للدوله المصريه،
لم يصفق له ولم يلتف حول الثوريين، على العكس انتقد ودعوا إلى أول مليونية بعدها في 24 أغسطس في مواجهة رئيس الدولة. فبالتالي هو كان يواجه معوقات كثيرة وما ولم يستخدم الأدوات المناسبة في الحقيقة، لكنه في ذات الوقت القوى الثورية الأخرى يقع عليها عدم المعاونة وخذلان الثورة وخذلانه أيضا. شكرا. وهو ده الدرس اللي الجميع يجب أن يفهمه ويدركه، إن الثورة ضاعت لهذا الانقسام ولهذه البعثرة ولن تعود إلا بالتوحد مرة أخرى. نتمنى أن يتوحد الجميع على هدف سامي وهو مصر جديدة خالية من الاستبداد والظلم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد محسوب، أستاذ القانون الدستوري، وزير الشؤون البرلمانية والقانونية السابق. وأعود مرة أخرى إلى الزميل عمرو حسن لنعرض لأهم ما قاله مشاهدونا ومشاركونا في مواقع التواصل الاجتماعي. عمرو، في الواقع زين في هذه الفقرة تحديدا تحدث كثير من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الفقرة وجاوب كثير من رسائل الشكر لك أستاذ مايكل، لكن تحديدا عن فقرة الأسئلة تساءل عبد الله مغربي، لماذا لا يستعان بالسجناء الذين شهدوا الأحداث كشهود عيان؟ هذا جاءنا من عبد الله مغربي بلال. أما السؤال التالي هو من أحمد بدر، ما هو رد فعل منظمات المجتمع المدني تجاه هذه المحكمة التي وصفها بالهزلية؟ شكرا جزيلا لك عمرو. أعود مرة أخرى إلى مايكل سيدهم الناشط السياسي. الحقيقة المجتمع المدني في مصر وكأنه مات هو أيضا بالسكتة القلبية، يعني باستثناء التقرير الذي شاهدناه على تقييم الفترة اللي فاتت رصد فقط، لكن المجتمع المدني اللي كنا بنسمع صوته عاليا حتى أيام مبارك لم يعد كما كان. طب هو أصل يعني احنا مش عايزين نقعد نضيع الوقت في الكلام عن المنظمات دي، يعني لأنه هو المنظمات دي يعني سبوبة لبعض الناس ان هو بيشتغل في المجال ده يعني، وبياخد فلوس من اللي هي من اليو ان وكده يعني، وموجهه وبناس معينين هم اللي بيشتغلوا فيها، وزي كل الاحزاب الكرتونيه اللي كانوا نفس الفكره يعني. فاحنا مش عايزين نقعد نضيع وقت فيها، لانه اصله الدماء واضحه تماما يعني. انت احنا ساعه سحل حماده كانت قضية وفيلم هندي، دلوقتي طب في بنات بتعتقل وبنات بيتحكم عليها ويعني وقصص كتيرة جدا، وانتوا عاملين برنامج هنا بيجيب الأهالي بتاعتهم ويقعدوا يتكلموا يعني. صحيح. في أكتر من كده، بس خليني أقول في شاب اتكلم عن أنه ليه ما بيجيبوش المسجونين التانيين، ده سؤال كويس جدا. وفي سؤال تاني أو في نقطة تانية لابد أن احنا نثيرها، أنه في واحد من المتهمين دول اللي في القضية فلسطيني ومعتقل في إسرائيل من سنة 96، يعني واضح إن القضاء شامخ للدرجة دي يعني. وبعدين هم يعني نرجع تاني لفكرة المحاكمة بتاعة التخابر والقصة والفيلم ده، التخابر إيه إذا كان النهاردة البنتاجون بيقول إنه هيجل عمال يكلم السيسي؟ شكرا. كل 3 ساعات تقريبا في اليوم. أشكرك شكرا جزيلا مايكل سيدهم الناشط السياسي. ونترككم مشاهدينا الكرام قبل بداية القسم الثاني من مصر الليلة مع هذا المشهد التمثيلي لما دار اليوم في محاكمة الرئيس مرسي. أكن كل التقدير للقضاة وأقول لهم ابتعدوا عن السياسة. قبضوا علي بالقوة يوم 3/7/2013 من القصر الجمهوري، وأخذت إلى مكان مجهول يوم 5/7 بعد التواطؤ بين وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري. جاءني بعض القضاة ومنهم المستشار حسن سمير والمستشار إبراهيم صالح وغيرهم، وكانوا يريدون إجراء تحقيق معي، وأخبرتهم أنتم في زيارة لي وليس تحقيق، وابقوا بعيدين عن الانقلاب العسكري. أنا مواطن مصري ولي حقوق أن أعرف أين مكاني. الإجراءات باطلة ومحاكمتي باطلة وأنا الرئيس الشرعي. ما اسمك حتى أنادي عليك؟ اسأل محاميك وهو يرد عليك. هو عيب تقول اسمك؟ هو انت ما تعرفش اسمك؟ يبقى هتعرف القانون. عرضنا في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. جمعة الغضب اليوم الفاصل في الثورة المصرية، من فتح السجون ولماذا انسحبت الشرطة؟ أسئلة تفرض نفسها في الذكرى الثالثة للثورة.